بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله هنبدأ اليوم بدرس الوحدة الثالثة وهي Reference Interval. المقصود انه احنا هنا بدنا نعرف كيف بدنا نجيب Reference Interval او Reference Range او Normal Range زي ما احنا بنسميه. فالمفروض ان احنا بنكون عارفين انه كيف Reference Intervals بيتم حسابها وكيف احنا بدنا نحسبها. المفروض انه يكون طالب التحاليل الطبيه بكالوريوس بيعرف كيف الاجراءات اللي بيتم حساب ريفرنس انترفلز من خلالها وايش المحاذير وايش القوانين والمعايير اللي بيتم تطبيقها في هذا المجال. قبل ما نخش على الحسابات تبع الريفرنس انترفلز لابد من التطرق الى بعض المفاهيم والتعريفات الخاصه بهذا المجال حتى يسهل علينا فهم الموضوع بشكل مبسط اكثر. في عندنا ريفرنس انديفيديوالز. الريفرنس انديفيديوالز هذول هم الناس اللي احنا بنستخدمهم في حسابنا للريفرنس انترفل. بقول لي هنا بيرسون selected for testing on the basis of well-defined selection and or exclusion and partition criteria. الأشخاص أو الشخص اللي بيتم اختياره لقياس الريفرنس انترفال هو شخص بيكون له مواصفات محددة ومعايير محددة، وإذا كان في بعض الصفات الأخرى بيتم استثناءه منها. فلأنه إحنا في الريفرنس انترفال هو بيجيبوا المفروض انه النسبة الطبيعية، وبالتالي هما كيف بدي يعرفوا النسبة الطبيعية؟ المفروض انه هما بيجيبوا ناس هيلثي وطبيعيين وبشوفوا النسبة الطبيعية عندهم، وبالتالي هي الفكرة، هذه الفكرة انه احنا بنجيب مجموعة من الاشخاص. المجموعة هذه قد تكون كبيرة او قليلة حسب ما نتطرق اليه في قدام شوية. الآن الناس هذول إحنا بنقيس مثلاً نسبة السكر عندهم، فلما بنحسب الريفرنس انترفال لفحص محدد بنروح بنجيب ناس بيكون عندهم مواصفات معينة، وخصوصاً بيكونوا هم طبيعيين من ناحية هذا الفحص. يعني إذا إحنا نفحص مرض السكر المفروض إنه أنا الناس اللي بقيسهم مستوى السكر بيكونوا هم مش مرضى سكر. إذا أنا بدي أقيس مثلاً فحص اليوريا المفروض الطبيعي او معدل الريفرنس انترفال لليوريا المفروض ان انا بجيب ناس ما فيش عندهم مشاكل في الكلية وهكذا. وبالتالي لما انا بكون مجموعة الناس هذولا اللي انا باخذ المعدل الطبيعي تبعهم، فانا باخذ معدل تقريبا 95% من الناس هذولا وبشوف قديش ادنى قيمة لهم واعلى قيمة لهم. ال 95% اللي في المنتصف هذولا هما غالبا بكون الريفرنس انترفلز اللي انا الريفرنس انترفل اللي انا بكون ببحث عنه، لانه انا اخذت من المجموع البوبوليشن 95% اللي في النص، وبالتالي انا تركت على اعلى 2.5 وادنى 2.5% قيمهم. هذول قيمهم انا ما باخذهاش لانه بتكون هي مرتبه تصاعديا، فادنى القيم 2.5% واعلى قيم 2.5% انا بعملها اكسكلوجن، وباخذ اللي في ال 95% اللي في المنتصف، وبتكون طبعا الحد الادنى هي الحد الادنى للريفرنس انترفال، والاعلى والقيم العليا هي الحد الاعلى للريفرنس انترفال. يبقى معناته لما انا بقول ريفرنس انديفيديوال مين هم الناس اللي انا بدي اخذهم واستخدمهم لقياس الريفرنس انترفال. فبقول لي هو الشخص الريفرنس انديفيديوال هو الشخص اللي ايه اللي انا بقوم اللي بيقوم عليه اجراء الريفرنس انترفال ويتم الفحص اجراء الفحص عليه، وهذا طبعا بيكون محكوم هذا الشخص منتقى وبيكون يعني تم اختياره وفق معايير محدده ووفق معايير قبول ومعايير رفض. الاكسكلوجن كرايتيريا بقول لي هنا مي انكلود ريسنت إلنس، يعني من ضمن المعايير اللي بيتم رفض الشخص عليها انه ما يكونش هو من ضمن الريفرنس انديفيديوال انه ما يكونش في عنده ريسنت إلنس او سيرجري، الكحول كونسومشنز ما يكونش مستهلك للكحول بيشرب كحول، او ما يكونش طالع من عمليه جراحيه جديد او مريض حديثا، ما يكونش من المدخنين،
ما يكونش من المستخدم المخدرات، بريسكريبشن دراج يوز، ما فيش مش لم يسجل مش مسجل ان هو بيستخدم ادويه معينه بطريقه مزمنه، ما فيش عنده جينيتك فاكتورز اللي تخلي اللي في عنده ميتابوليزم ماخذ منحى معين ثابت ودائم، الاوبيسيتي ما يكونش في عنده اوبيسيتي مفرطه، اللاكتيشن ما يكونش امراه مرضعه، اوكيوبيشن في بعض المناطق يعني اذا كان انا بدي اخذ بعض الفحوصات ما بينفعش يكون مثلا من سكان الجبال او من سكان الساحل او حتى حسب الفحص يعني وهكذا. ففي هناك بعض الاكسكلوجن كرايتيريا اللي هو ما اذا كانت موجوده في الشخص اللي انا بدي ادخله في حساب الريفرنس انترفال بيكون ما بينفعش، وبالتالي بيتم اللي هو استثناءه اذا كان في عنده احدى هذه المحاذير. واحيانا بيكون في بعض المحاذير بتكون هي طبيعيه وما فيش فيها مشكله، لكن طبيعه الفحص نفسه هو اللي بيخلي الشخص يكون ضمن الاكسكلوجن كرايتيريا. يعني ممكن تكون انت بدك تفحص لفحص معين لاطفال مثلا، فبالتالي انت بترفض سن ال 20، مش لانه هو سن ال 20 يعني ما في عنده مشكله صحيه، لا، انما هو ضمن المعايير اللي هو مرفوضه لانه انت الفحص اللي هنا طبيعه الفحص هو اللي بيحكمك. البارتيشن كرايتيريا مي انكلود اللي هو السكس والايج والريس اور اثنيك باك جراوند، المعايير القبول اللي هو ممكن تكون اللي هو الجنس الريفرنس انديفيديوال، انت بدك الفحص تبعك هل هو بيكون للذكور ام للاناث، الايج احيانا انت بدك مثلا الايج فوق ال 60 فوق ال 50 تحت ال 20 وهكذا، الريس اللي هو العرق نفسه بدك انت تشوف الفحص هذا هل الاعراق ما بين بعضها في اختلاف او لا، او الاثنيك باك جراوند، الجيوغرافيك لوكيشن هل سكان الجبال مثلا او الصحراء بيختلفوا عن سكان الساحل او الجبال في بعض الاشياء وبعض الفحوصات، كل هذه الفحوصات يتم اجراءها ويتم دراستها، الدايت البلد جروب والستيج اوف بريجننسي وما الى ذلك. اذا هذا بالنسبه للي هو الريفرنس انديفيديوال. يبقى الريفرنس انديفيديوال هم الناس اللي انا بستخدمهم لحساب الريفرنس انترفالز، وبيتم من خلال فحص اجراء بعض الفحوصات لهم، ولكن هذول الاشخاص بيتم اخضاعهم لبعض المعايير، بناء على المعايير هذول اما بيتم رفضهم واما بيتم قبولهم وادخالهم ضمن حسابات الريفرنس انترفالز. في هنا عندنا الصورة اللي أمامنا، هذا تيبل للإكسكلوجن كريتيريا فور فورميليشن أوف ريفرنس رينج إن جنرال بوبيليشن، في عندنا الريسك فاكتورز، هذول كلها أشياء يعني بتؤدي إلى إن احنا نستبعد الشخص من دخول حسابات الريفرنس انترفال زي الأوبيسيتي والهايبرتنشن والريسك فاكتور والأمور هذه كلها، والسبيسيفيك فيسيولوجيكال ستيت، بريجنانسي، ستريس، إكسرسايز وما إلى ذلك. في عندنا بعض التعريفات الثانيه اللي هو زي ريفرنس بوبوليشن، هذا كنا بنحكي عن ريفرنس انديفيديوال الشخص نفسه. طيب الريفرنس بوبوليشن طبعا ما فيش بالغالب يعني ما فيش ريفرنس انترفال بيتم حسابه او صناعته بناء على شخص واحد او شخصين، وانما هو بيكون بوبوليشن، هذا مجموعه الناس اللي انا بستخدمها في دراسه الريفرنس انترفال بسميها ريفرنس بوبوليشن، مجموع الناس اللي انا بستخدمهم في قياس الريفرنس انترفال بنسميهم ريفرنس بوبوليشن. بيقول لي هايبوثيتيكال جروب كونسيست اوف اول ريفرنس انديفيديوالز، طبعا الريفرنس بوبوليشن هم مجموعه من الريفرنس انديفيديوالز، يبقى لما بكون انا مجموعه من الاشخاص كل واحد هو صالح لان يكون ضمن يدخل ضمن معايير القبول للريفرنس انترفالز، فلما انا بجيب 40 او 50 شخص من الريفرنس انديفيديوالز كل واحد فيهم اسمه ريفرنس انديفيديوال، كل انسان منهم اسمه ريفرنس انديفيديوال، المجموع الناس هذول بنسميهم ريفرنس بوبوليشن. في عندي ريفرنس سامبل جروب، ريفرنس سامبل جروب، الريفرنس سامبل جروب هذه بيقول لي ان ادكويت نمبر اوف بيرسون سيلكتد تو ريبريزنت ريفرنس بوبوليشن. الان الريفرنس بوبوليشن عندي ممكن في ان انا اخذ منه السامبل هذه تمثل الريفرنس بوبوليشن، يبقى السامبل جروب هي سبست من البوبوليشن
وهذه انا بستخدمها لتمثيل الريفرنس بوبوليشن. يبقى في انا عندي الريفرنس بوبوليشن المجموعه الكبيره، وانا ممكن اخذ، مش دائما طبعا احنا بنستخدمها السامبل جروبنج، لكن احيانا ممكن انا اخذ مجموعه تمثل الريفرنس ريفرنس بوبوليشن. فالريفرنس سامبل جروب بقول لي ان ادكويت، يعني عدد كافي من الاشخاص انا باخذهم اللي يمثلوا لي الريفرنس بوبوليشن. This the ideal number of reference subject is 120 per partition, but often less are used. أحيانا بكون 120، أحيانا بكون 50، بتمثل حسب طبيعة الفحص وحسب طبيعة البوبوليشن اللي عندك وحسب طبيعة قديش هم منسجمين وفيهم هوموجينيسيتي ما بينهم. طيب الريفرنس فاليو، الريفرنس فاليو بيقول لي فاليو اللي هي تيست ريزلت اوبتيند باي اوبزرفيشن اور ميجرمنت اوف بارتيكولار تايب اوف كوانتيتي اون ريفرنس انديفيديوال. هذه الريفرنس فاليو اللي هو القيمه اللي انا حصلت عليها من الريفرنس انديفيديوال. ريفرنس فاليوز ار اوبتيند فروم اسيز بيرفورمد اون سامبلز فروم ذا ريفرنس سامبل جروب. طبعا الريفرنس الفاليوز، مجموع ريفرنس فاليوز اللي هي اللي ماخوذه من كل فرد من اللي هي الريفرنس سامبل جروب، من كل شخص من الريفرنس سامبل جروب. يبقى الريفرنس سامبل جروب باخذ كل واحد منهم سواء كان مثلا 50 او 60 او 120، وبتم اجراء فحص لكل واحد منه واخراج النتيجه تبعته. النتيجه تبعته هذه اسمها ريفرنس فاليو. هذه الريفرنس فاليو، الريفرنس فاليوز مجموعه مع بعضها، هذا اللي هي ماخوذه من ايه؟ من السامبل جروب. الان بيتم حساب الريفرنس انترفلز على الريفرنس فاليوز. يبقى الريفرنس انترفل اللي انا بنشره وبقول انه الريفرنس انترفل للسكر كذا، لليوريا، للكرياتين وما الى ذلك، هذا مبني على قراءات الريفرنس فاليوز اللي هي متاخده من مين؟ الريفرنس فاليوز متاخده من اللي هو الريفرنس سامبل جروب. الريفرنس سامبل جروب كل شخص من هذول الريفرنس سامبل جروب هو عباره عن ريفرنس انديفيديوال المأخوذ من الريفرنس بوبوليشن اللي هو المظله الكبيره. يبقى انا عندي ريفرنس بوبوليشن متكون من ريفرنس انديفيديوالز، باخذ سامبل جروب متمثل الريفرنس بوبوليشن وبجري عليها لكل واحد فيهم التست اللي انا بدي اشوف الريفرنس انترفل له. مجموع التستات هذه اللي انا اخذتها من هؤلاء الاشخاص، هذول الناس، هذول التستات اللي انا النتائج بسميها ريفرنس فاليوز، اللي هو بناء عليها بيتم، على هذه الداتا بيتم انشاء الريفرنس انترفال. في عندي ريفرنس ديستريبيوشن، بقول لي ديستريبيوشن اوف ذا ريفرنس فاليوز. ديستريبيوشن اوف ريفرنس فاليوز هذا الديستريبيوشن المقصود فيه قديش الديستريبيوشن متجانس مع بعضيه. يعني كيف متجانس مع بعضيه؟ لو انا حسبت المين المتوسط لهذه القراءات اللي هي للريفرنس فاليوز اللي احنا قلنا اللي هي قيم السامبل جروبنج، ووجدت انه القيم تحيط بالمين بالمتوسط من عن اليمين وعن الشمال بشكل متجانس، بمعنى ايش؟ بمعنى انه القيم اللي اقل من المين والقيم اللي اكثر من المين تقريبا متجانسه ومتساويه. هذا معناته بيكون في ايه؟ بيكون في سيمتريكال وفي نورمال ديستريبيوشن، توزيع طبيعي لهذه النتائج او هذه القراءات. فالديستريبيوشن لازم طبيعه الديستريبيوشن هذا هل هو طبيعي او مش طبيعي يتم تحديده، لانه اذا احنا حددنا الديستريبيوشن بناء عليه بنحدد طبيعه الطريقه اللي انا بدي احسب فيها الريفرنس انترفال، بيتم حساب بناء على الديستريبيوشن. فاذا كان الديستريبيوشن طبيعي معناته في الحساب، اذا كان الديستريبيوشن مش طبيعي يعني مش متوازنه القراءات مع بعضها، معناته احنا هنسلك طريق مختلف. واحنا هنقول حلقيت كيف نعرف انه اذا كان الريفرنس values هي normal distribution أو abnormal distribution. فالdistribution أنا بقول لي distribution of the reference values. The parametric method assumes that observation value follow known distribution curve. For example, Gaussian distribution أو normal أو bell shape.
التوزيع الطبيعي المتجانس للعينات اللي انا باخذها قياسات من السامبل جروب انديفيديوالز، هذه اذا كانت زي ما حكينا متجانسه ومتوزعه توزيع طبيعي متجانس حوالين الميم، معناته انا بقول عنه جيسيان ديستريبيوشن او نورمال ديستريبيوشن او بيل شيب او بيل شيب، وهذا خدتوه طبعا انتم في الـ في الـ في, الـ في الاحصاء. probability curve النون بارامتريك، هذا البارامتريك النون بارامتريك، اذا كان عندنا نون بارامتريك ميثود اوف استيميشن ميك نو سبيسيفيك اسامبشن بات ذا شيب اوف ذا probability ديستريبيوشن ذا ميثود امبلويد ديبند اون ذا انالايت، يبقى معناته النون بارامتريك لا بيكون جيسيان بنسميه نون جيسيان او اب نورمال او نون بيل شيب، هذا بيكون نون، وهذا له نون بارامتريك، وهذا بيكون ايه، هذا بيكون له طرق مختلفة تانية لحساب اللي هو الريفرنس انترفل. الريفرنس ليميت، الريفرنس ليميت بقول لي فور موست انالايتس ذا لوور اند ابر ريفرنس ليميت ار اسوم تو دي ماركت ات ذا 2.5 اند 7.5 في برسنتايل اوف ذا ريفرنس فاليوز. احنا قلنا قبل شويه انه بالغالب يتم فحص او تحديد الريفرنس انترفال بناء على ال 95% اللي في النص، القراءات اللي في النص اللي بتشكل 95%. لما انا بقول 95% معناته انا بقول في 2.5 من الاسفل وفي ما بعد ال 97.5 اللي هي اللي بتسيب وراها يعني 2.5 ليلة الاعلى، وبالتالي انا اللي 5% بعد ال 95 اللي بتضلها نصها بيكون 2.5 من الاسفل والنص الثاني بيكون 2.5 الى الاعلى، وهدول بيتم استبعادهم، لكن عندهم بيكون الليميتس ريفرنس ليميت، فبالتالي القراءات اللي بتكون عند ال 97.5 بتكون هذه هي اعلى او الريفرنس ليميت لا من الريفرنس انترفل من الاعلى اللي هي القيمه العليا، والريفرنس ليميت القيمه السفلى او المنخفضه للريفرنس انترفال هي بتكون عند اول 2.5 عند بعد ما نستثني الاول 2.5، وبالتالي بيكون في عندنا هنا اللور ريفرنس انترفال. حنيجي نتطرق له هذا بالتفصيل ان شاء الله. فبقول لي thus 5% of the values are classified as outside the limit. ال 5% هذول ليش حددناها 5%؟ لان احنا قلنا بدنا ناخذ الريفرنس انترفال قراءات ال 95%، قراءات ال 95%، وبالتالي قراءات الدنيا هي على طرف ال 95% في بدايتها، والقراءات العليا للريفرنس الريفرنس ليميت هي بتكون اعلى اللي هو ال 95% من الاعلى، وبالتالي ال 2.5 من الاسفل 2.5 من الاعلى هم ال 5% اللي بيتم استبعادهم. طيب هذا بالنسبه للريفرنس ليميت. اذا طيب الريفرنس انترفال نفسه بيقول لي انترفال بتوين اند انكلودينج ذا لوور ريفرنس ليميت اند ابر ريفرنس ليميت، طبعا الانترفال هذا اللي هو الرينج او المدى اللي هو بيحده من الجهه القيمه المنخفضه اللي هو اللور ليميت، وبيحده من الاعلى اللي هو الابر ليميت، وما بينهم اللي هو القراءات المسموح فيها اللي احنا بنعتبرها هذه قراءات نورمال رينج او نورمال ريزلت، اللي هي تكون تقع ما بين اللور ليميت وما بين الابر ليميت. اذا القيم اللي ما بين اللور ليميت والابر ليميت للريفرنس انترفال هي اللي احنا بنسميها ريفرنس انترفال. طيب in some cases only upper references limit x is important and the corresponding reference interval would be 0 to x. احيانا مش بضروره كل القراءات يكون لها لور ليميت، يعني احيانا بكون بعض القياسات مش مفهوم انها تكون هي تحت مدى معين، لكن هذا الكلام ما بينفعش نتطرق له الا في وقته وحسب كل يعني فحص بذاته. طيب نيجي للجيسيان ديستريبيوشن. في الجيسيان ديستريبيوشن هنلاقي هنا اللي اتكلمنا عليه اللي هو النورمال ديستريبيوشن او الماخذ البيل شيب. البيل شيب اللي هو شكل الجرس زي ما انتم اخذته، هذا الكيرف اللي هو بيتكلم عن النورمال ديستريبيوشن او البيل شيب اللي هو زي شكل الجرس، وهذا الشكل اللي هو برسم علاقتين. العلاقه الاولى اللي هو قيم القراءات اللي انا اخذتها من الريفرنس انديفيديوالز او الريفرنس سامبل جروبنج،
وهذا في الاكس اكسس، وفي الواي اكسس اللي هو البروبابيلتيز، البروبابيلتيز قديش تم تكرارها. الان هذا البروبابيلتيز مع الاكس اكسس بديني اللي هو البيل شيب اذا كان التوزيع طبيعي. الكلام يعني انه في التوزيع الطبيعي المفروض انه يكون القراءات المين هنا المتوسط يمثل معظم القراءات. المتوسط للقراءات انت عندك مثلا 50 شخص، ال50 شخص اخذت الفحوصات لهم اللي هو فحص اليوريا، وبديت ان هذول الاشخاص طبعا هم اللي ضمن المعايير القبول في ان هم يكونوا ضمن الاشخاص اللي بدنا نقيس لهم الريفرنس انترفال. الان القيم المين، قيمه المين لهذه القيم المفروض تكون هي اعلى probability. يعني ايش اعلى probability؟ يعني هي اكثر قيمه تتكرر لانه هي المتوسط. فلاحظ انه سقف او اعلى نقطه في البيل شيب في probability هذا بتمثل probability، بنلاقي انه المين المفروض هو بيمثل اعلى probability. اللي اقل من المين شويه بيكون اقل بشويه في البروبابيلتي، اللي اقل بيكون اقل، ثم بضله حتى نصل الى المنطقه هذه في القراءات الانديفيدوالز اللي هم الاكستريمز، اللي هم القراءات اللي هي قليله جدا او صغيره جدا، قراءات صغيره جدا وبتكون البروبابيلتي تبعتها منخفضه جدا لانه هذه تعتبر استثناء. نفس القصة بالنسبة للمين، إذا زاد بقل احتمالية تكرارها البروبابيلتي تبعتها إلى أن تصل إلى في المنطقة اللي هنا اللي هم برضو هذه الإكستريمز. طبعا هذه بتكون اللي هي بنقصد فيها المناطق اللي بتكون يعني صح من السامبل بوبيليشن أو من الريفرنس بوبيليشن، لكن بتكون هذه قراءات ناتجة عن خطأ معين، شخص دخل المعايير بطريقة خاطئة وبالتالي أدانا إما نتيجة متناهية في الصغر أو نتيجة متناهية في الكبر، وبالتالي بكون هدول ما فيش إلهم probability تكرار كتير. التكرار الكبير بكون حوالين المين، وهذا هو طبعا بقل مع قلة probability، بتقل مع إقلال أو قلة القيم أو كل ما تصغرت القيم، وبرضه بيقل البروبابيلتي عن القيم اللي هو بتزيد عن المين. وكلما كانت القراءات قريبه من المين كنت ما كانت البروبابيلتي تبعتها اعلى، كل ما ابعدت القراءات عن المين سواء بالموجب او بالسالب كل ما كان البروبابيلتي بتكون اعلى. وبالتالي هذا هو الشكل النورمال ديستريبيوشن. وبالتالي لما انا باخذ قراءات ل 50 شخص وبشوف انه انا بالقراءات اليوريا بوزع القراءات على اكس اكسس والبروبابيلتيز على الواي اكسس بيطلع معايا البيل شيب، هذا معناته انا عندي لدي نورمال ديستريبيوشن او جيسيان ديستريبيوشن او بيل شيب ديستريبيوشن. احصائيا وزعوا البيل شيب هذا الى ثلاث مناطق رئيسيه ضروري جدا تكون انت عارفها. في عندنا المين، ومن القراءات اللي بيطلع عندك مثلا 50 قراءة تستطيع بسهولة على كالكوليتر أو على برنامج الـ SPSS إنك أنت تحسب الـ Standard Deviation، الانحراف المعياري. الـ Standard Deviation هذا بيقيس قديش القراءات أساسا هم بعاد عن بعض، وهذا الكلام اللي مهم جدا تكونوا عارفينه. الـ Standard Deviation اللي هو بيقيس قديش القراءات نفسها بعيدة عن بعض، وكل ما كان الستاندرد ديفيشن قيمته قليلة كل ما كان بدل على انه القراءات اللي انا جمعته من 50 شخص قريبة جدا من بعض، وبالتالي قيمة الستاندرد ديفيشن بتديني ايحاء وبتديني صورة على انه القراءات اللي انا جمعتها من السامبل انديفيدوالز او من السامبل جروبينج هذولا القراءات كانت قريبة كثير من بعضها، وبالتالي كان الستاندرد ديفيشن انحراف المعياري كان صغير. طيب لو كان الانحراف المعياري كبير معناته انا القراءات اللي انا اخذتها من الانديفيدوالز هذولا هو القراءات بعيده عن بعضها ومش مش مش قريبه في القيمه مع بعضها، عشان هيك بيطلع عندك الرينج على الاكس اكسس بيطلع واسع. ليش؟ لانه القراءات بعيدة عن بعضها وبالتالي بدك اكس اكسس يكون كبير وطويل حتى يستوعب جميع قراءاتك. اما اذا كان القراءات قريبة من بعضها وبالتالي انت بتحتاج
خط على الاكس اكسس قصير لانه القراءات مش متباعده، وبالتالي بكون الستاندرد ديفيشن عندك ايش؟ بكون الستاندرد ديفيشن عندك صغير. طيب ايا كان الستاندرد ديفيشن صغير او كبير، في عندي انا هنا في المنتصف مين، وبالتالي وزعوا المنطقه اللي تحت البيل شيب الى من ناقص واحد ستاندرد ديفيشن الى واحد بلا زائد واحد ستاندرد ديفيشن. هذه المنطقة بتشكل 68.3% من مساحة الشكل الكيرف اللي أمامنا هذا. هذه بتشكل 68.3. إذا طبعاً هي اللي هو الكور، هذه لب القيم، هذه أفضل قيم، هذه لب القيم. وبالتالي المين خد عنه الناقص واحد ستاندرد ديفيشن القيمة هذه، يعني هنا عبارة عن مين؟ هنا المين ناقص ستاندرد ناقص 1 ستاندرد ديفيشن، وهنا هذه القيمه اللي هي المين زائد الستار 1 ستاندرد ديفيشن. هذه المساحه البيضاء تشكل 68.3% من مساحه اللي هو البيل شيب او الجرس. طيب احنا لو وسعنا القصه وقلنا انا بدي اخذ من المين 2 ستاندرد ديفيشن بالماينس و2 ستاندرد ديفيشن هنا بالموجب. الآن هذه المساحة من ما بين الماينس 2 ستاندرد ديفيشن وزائد 2 ستاندرد ديفيشن اللي هنا، هذه تشكل 95.5% من اللي هي المساحة اللي هي تشكل 95.5% من الداتا، 95.5% من الداتا. يعني لو أنت في عندك 100 قراءة، هذول تشكل 95 قراءة. انت عندك في من مين زائد واحد ستاندرد ديفيشن وناقص واحد ستاندرد ديفيشن، منطقة هنا هذه تشكل 68.3% من مجموع القراءات. مجموع القراءات اللي هم مجموع كل القراءات هم عبارة المساحة الكلية للبيل شيب اللي امامكم هذا. طيب المين زائد 3 ستاندرد ديفيشن والمين ناقص 3 ستاندرد ديفيشن، هذا بشكل 99.7% من القراءات، اي 99.7% من المساحة الكلية للبيل شيب اللي أمامكم هنا. طيب إحنا على إيش بنركز؟ إحنا بنركز على المساحة اللي هي 95% من الداتا اللي هي اللي إحنا جمعناها، اللي هي 95.5% من المساحة الكلية للجرس اللي أمامنا. هذه المساحة تبدأ في الحد الأدنى منها اللي هو المين ناقص 2.5 ستاندرد ديفيشن، والحد الأعلى اللي هو المين زائد 2.5 ستاندرد ديفيشن. إيش بيعني هذا الكلام؟ هذا بيعني إنه أنا لما بجيب الناس الطبيعيين هذولا وبقيس لهم، أقل الناس قراءة اللي هو المين ناقص 2.5 ستاندرد ديفيشن اللي هو الحد الأدنى من الريفرنس انترفال، والمين زائد 2.5 ستاندرد زائد 2 ستاندرد ديفيشن هو الحد الاعلى الابر ليميت للريفرنس انترفال، وبالتالي ما بينهما هنا ما بينهما بيكون اللي هو ايش؟ الريفرنس انترفال اللي انا ببحث عنه. وبالتالي كل ما علينا ان احنا نجيب القيم وبنرتبهم ترتيب تصاعدي، بنشيل ال 2.5% اللي من هنا وبنشيل 2.5% اللي هنا، اللي هو انا شلت بكون 2.5 من هنا، شلت 2.5 وشلت 2.5، بكون انا شلت 5%. مين ضل جوا؟ ضل جوا 95% تقريبا اللي في النص. فالحد الادنى للقراءات اللي هو المين، بكون حاسب المين وحاسب الستاندرد ديفيشن، فالمين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن هذا اللور ليميت، والمين زائد 2 ستاندرد ديفيشن هذا اللي هو الابر ليميت. وهيك بيكون هيك بحسبه اللي هو النورمال او الريفرنس انترفال لمين؟ للجيسيان ديستريبيوشن، للداتا اللي هي تخضع للتوزيع الطبيعي. هذا اللي احنا شرحناه بما يخص الداتا اللي تخضع للتوزيع الطبيعي اللي هي اللي احنا حكينا عليه الان. هذا الكلام بقول لي هنا الريفرنس الريفرنس رينج از كالكوليتد از مين زائد وناقص مين زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. المين زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن اللي هو احنا وضحناه هنا، هي المين وهنا زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، 2 ستاندرد ديفيشن بالناقص هنا 2 ستاندرد ديفيشن بالزائد. فهذه المساحه اللي هي المساحة هنا أو المسافة اللي مقطوعة هنا
هي الريفرنس انترفال اللي هو الفحص اللي انا بقيسه. فهكذا بيتم قياس الريفرنس انترفال للداتا تخضع للجيسيان ديستريبيوشن which encompasses 95% of the observations in healthy individual. طبعا التوب 2.5 والبوتوم 2.5 هدول طبعا احنا بنشيلهم اللي هم مين؟ اللي هم هنا ال 2.5 اللي هنا البوتوم والتوب 2.5 اللي هنا بنشيلهم، فبتضل عند ال 95% اللي هم اللي في النص، هم اللي انا بحسبهم طرفي الريفرنس انترفال. الان لو بدنا نيجي نحكي بالتفاصيل اكثر عن الديترمينيشن ريفرنس انترفال اون جيسن ديستريبيوشن، بقول لي اف ذا جروب از كيرفول تشوزن اند هوموجينس مينيمم اوف 40 سامبل مي بي سفيشنت. طبعا هنا بالنسبه للعدد هتقول لي طيب احنا قديش بدنا ناخذ، طب احنا قديش الريفرنس بوبوليشن قديش لازم يكون اللي بدي اخذ منه الفحوصات قديش عددهم؟ طبعا هذا العدد بيكون يخضع لمعايير. هنا بقول لي اذا كان الناس اللي انت اخترتهم بعنايه وكانوا هوموجينس، ايش يعني كانوا هوموجينس؟ يعني كانوا ابناء جيل واحد، عرق واحد، يسكنون في منطقه جغرافيه واحده، بياكلوا بيشربوا من نفس الاكل والشرب. يعني احنا لو بدنا نمثل المثال، لو بدنا ناخذ جروب مثلا الجيل مثلا 20 سنه لفحص معين، نقول مثلا الكرياتينين، وانا بدي اجي لفئه ال 20 سنه في قطاع غزه وبدي اخذ منهم عينه، والعينه هذه هم بدي استخدمهم. الان احنا في قطاع غزه ما فيش عندنا اثنكس، ما فيش عندنا عرقيات، يعني ما فيش عندنا نقول والله عندنا اعراق افريقيه واعراق اوروبيه واعراق اسيويه، وبالتالي هذول الاعراق جيناتهم مختلفه وبالتالي الميتابوليزم فيه بعض الاختلافات. ما فيش عندنا ديانات مختلفه اللي يقول والله هذول بياكلوا اكل معين وبيشربوا شرب معين. ما فيش عندنا تضاريس مختلفه، ما فيش عندنا في قطاع غزه ناس تسكن الجبال وناس تسكن الوديان، ما فيش عندنا مثلا ناس تسكن الصحراء وناس تسكن الغابات. وبالتالي لما انا بختار عندنا في قطاع غزه جيل مثلا 20 وبكون مثلا من فئة الطلاب أو فئة الشباب الجامعيين، هذه بكون غالبا النوعي هذا الأشخاص بكون هوموجينس، وبالتالي بالغالب بكون إيه؟ بكون العينة هوموجينس. وفي الحالة هذه بتكون تديني جيسن ديستريبيوشن، وفي هذه الحالة قال لك 40 سامبل مينيمم، 40 سامبل بكون كافي. طب حتقول لي طب انا بدي 40 انا بدي 50، بقول لك احسن. واحد قال طب انا بدي 70 80 بكون احسن، كل ما زودت بكون احسن، لانه بكون بدي لك دقه اكثر في النتائج. اما اذا كانت بدك تقلل ما بينفعش تقلل عن 40 سامبلز. طيب هذا لما تكون في عندك هوموجينس، اما اذا كانت العينات مش هوموجينس بتضطر انك انت تاخذ عينات اكبر بكثير من 40. If the composition of the sample is this homogeneous، أقل هوموجينيسيتي الـ larger group should be tested. لازم الـ calculate the mean mode and median and the standard deviation of the data set. طبعا الآن ليش إحنا بنقول بدك تحسب المين والمود والميديان والستاندرد ديفيشن. المين والمود والميديان هم علامات مهمة لمعرفة هل الداتا تبعتك Gaussian distribution يعني normal distribution ولا لا. إذا كان المين والمود والميديان متساويين أو قريبين جدا من بعض، معناته هذا التوزيع توزيع متجانس. إذا كانوا مختلفين وفي تباعد ما بينهم، معناته هذا توزيع غير متجانس، يعني غير non-Gaussian distribution أو non-normal abnormal distribution. وبالتالي هذول الثلاثة هم اللي بيحددوا لك. طيب افرض إنه كانوا هم متساويين، إذا معناته أنا عندي normal distribution أو parametric distribution. طب انا بدي عشان احسب النورمال الريفرنس انترفال، انا بدي المين زائد 2 او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، يبقى هي المين وهي الستاندرد ديفيشن، بضرب الستاندرد ديفيشن في 2 ومره بخصمه من المين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن ومره بضيفه على المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن، بيطلع لي اللور والابر ليميت اللي انا ببحث عنه. اذا كان نرجع تاني مرة بنقول إذا كان القراءات عندي
تخضع للجيسن ديستريبيوشن داتا. المين هي المين حسابه للتذكير مجموع البيانات على عددها، وهذا كلام حكيناه. بيقول لي هنا if distribution is guessing define range values زائد او ناقص 3 standard deviation from the mean and delete any values beyond these limits. هنا في بعض الحالات بيقول لك this is to eliminate outliers. الاوتلايرز اللي هم القراءات الاكستريمز اللي هي القراءات اللي المبالغ في كبرها او مبالغ في صغرها، وبتكون هذه غالبا قراءات مش منطقيه وناتج عن اخطاء معينه في عمليه انشاء الحسابات للريفرنس انترفال. وبالتالي عشان نعرفها قال لك انت قبل ما تخش على المين زائد وناقص 2 ستاندرد ديفيشن احسب المين زائد وناقص 3 ستاندرد ديفيشن. فانت كده كده حاسب المين وكده كده حاسب الستاندرد ديفيشن، فاعمل حسبتك اعمل حسبتك واعرف قديش المين ناقص منه 3 ستاندرد ديفيشن والمين زود عليه 3 ستاندرد ديفيشن. الان اي قيمه اقل من ذلك او اكثر من ذلك شيلها من الحسابات، وهذا اعتبرها اوتلاير. اوتلاير يعني قيمه مفرطه في في الزياده او في النقصان، وبالتالي هذا بتخرب وجودها بيعطل لك وبيخرب لك النتائج، وبالتالي الاولى انك انت تشيلها. وبالتالي هذا عشان نحكم عليها ان هي اوتلاير او لا بدنا نشوف المين زائد الناقص 3 ستاندرد ديفيشن. ما زاد عن ذلك، ما زاد عن مين زائد 3 ستاندرد ديفيشن، اي قيمه اكبر من هذه القيمه انا بشيلها، لا بعتبرها اوتلاير بشيلها. اي قيمه انا قستها لقيتها اقل من مين ناقص 3 ستاندرد ديفيشن برضو انا بشيلها. طيب لما بشيل بروح بحسب المين كمان مره بعد ما بشيل الاوتلايرز، لقيت صافي عندي قراءات جديده. افرض كان عندي 50 شلت تنتين كان صار عندي 48، ال 48 هذول اصبح لهم مين جديد وستاندرد ديفيشن جديد، فبقوم بحسب المين والستاندرد ديفيشن كمان مره وبشوف في عندي المين زائد 3 ستاندرد ديفيشن ولا لا. طبعا غالبا ما بيكونش موجود، فبقوم بحسب ايش المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن للقيم الجديده بعد ما انا شلت ايه، بعد ما انا شلت اللي هو الاوتلايرز من الحساب. هذا بالنسبه لتجهيز القراءات قبل ما اقول الريفرنس انترفال لازم اتاكد انه ما فيش عندي اوتلايرز، فالاوتلايرز انا بشيلهم عن طريق حسبه اللي هو المين زائد او ناقص 3 ستاندرد ديفيشن. بعد ما بشيل الاوتلايرز بيقول لي ريكالكوليت ذا مين اند ستاندرد ديفيشن ريفرنس انترفالز will be defined اللي هو المين زائد 2 او زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن. هذه الصوره بتوضح الامور بشكل جلي. الان انا عندي المين اللي هو الخط الاحمر اللي هنا اللي بيمثل خط المين اللي هو اعلى probability له، وهذه اللي هو المساحه البيل شيب نورمال ديستريبيوشن اللي هي 100% population. والان انا بعد المين قمت حسبت المين هنا، طبعا طلع لي مثلا قيمته 10 مثلا، القيمه هنا 10 اللي هو المين. طيب المين قيمته 10 الان، طيب قديش الستاندرد ديفيشن؟ الستاندرد ديفيشن هنا الستاندرد ديفيشن قيمته 2 والمين 10، هنا مدين هذا مثال يعني المين قيمته طلع عندي 10 والستاندرد ديفيشن طلع عندي قيمته 2. طيب الان هاي تدريج الاكس اكسس اللي هي قيم الفحوصات اللي انا طلعت معايا. فالان اللي عند الاثنين 2 ستاندرد ديفيشن، وهنا بالناقص وهنا بالزائد. طيب المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن، ف2 في 2 ب 4، 4 و10 14، يبقى هذه القيمه هي معناته المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن، وهي الابر ليميت للريفرنس انترفال. ابر ليميت للريفرنس انترفال اللي هي هذه المين 10 زائد 2 ستاندرد ديفيشن. 2 ستاندرد ديفيشن يعني 2 في 2 لان الستاندرد ديفيشن 2، في 2 ب 4 4 و10 اذا هنا بيكون 14. ايش يعني 14؟ هي الابر ليميت، الابر ليميت لمين؟ للريفرنس انترفال. طيب هذا من ناحيه الموجب. طب من ناحيه السالب نفس القصه، 10 ناقص 4 اللي هو ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، يعني 10 ناقص 4 وبالتالي بيطلع عندي هنا ايه؟ انا هنا بيطلع عندي 6. 6 اللي هو المين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، من هنا المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن. معناته ايش؟ معناته حدود الريفرنس انترفال من 6 الى ايه؟ من 6 الى 14. يبقى انا عندي الريفرنس انترفال هنا وفق البيانات اللي عندي امامي هنا
هو من 6 إلى 14، الحد الأدنى 6، طب والحد الأعلى 14. طب حتقول لي طيب في قراءات، في قراءات كانت موجودة وخارج الإطار هذا، يعني أقل من 6 وأكثر من 14، بقول لك آه ماشي، هذه إحنا ما بناخذهاش، هذه إحنا بنعملها إكسكلوجن وبنستثنيها وبنرميها. القراءات اللي خارج هذا الإطار بالأعلى أو بالأسفل إحنا بنعترفش فيها وبنشيلها. هل قد قبل ما أعمل كل الكلام هذا، أنا إيش بسوي؟ أنا بدي أشوف هل في عندي أنا أوتلايرز ولا لا. قبل ما أسوي الكلام هذا أنا بدي أكتشف إن في عندي، بدي أكشف هل في عندي أوتلايرز ولا لا. فبقوم عندي المين 10 والستاندرد ديفيشن 2، هاي عندي أنا عرفت الاثنين مع بعض هذولا. طيب بقول أنا المين زائد 3 ستاندرد ديفيشن، 3 في 2 ب 6، يبقى بقول المين زائد 6 اللي هو 10 زائد 6 16. أي قيمة، أي قيمة طلعت معايا فوق ال 16 من الناس، أي واحد أنا قست له طلع التست تبعه فوق ال 16، هذا بعتبره أوتلاير، قيمة مفرطة، وبالتالي أنا بشيلها وبدخلهاش في الحساب من أساس، من الأساس بدخلهاش، برميها. ليش؟ لأنه قلنا إنه المين زائد 3 ستاندرد ديفيشن هذا ما بعد ذلك الأعلى من كده أنا بعتبره أوتلاير. فعندي المين 10 و3 في 2 ب 6 يبقى صار في 16، يبقى انا عندي هنا عندي 16 فما فوق بحسبها اوتلاير وبرميها وبدخلهاش بالحساب خالص. طيب ومين ناقص 3 ستاندرد ديفيشن؟ 3 في 2 ب 6، 3 في 2 ب 6 معناته 10 ناقص 6 4. اي قيمه اقل من الاربعه انا بعتبرها اوتلاير وبشيلها من الحساب. بعد ما بشيلها بالحساب برجع تاني بقيس المين والستاندرد ديفيشن وبعمل الحسبه تبعتي هذه. فالمفروض انه هنا، هنا المين 10 والستاندرد ديفيشن 2 بعد ما شالوا الاوتلايرز، بعد ما شالوا الاوتلايرز. فهذا الموضوع يعني ننتبه له جيدا. هذا المثال بوضح كيفيه حساب الريفرنس انترفال للجيسيان ديستريبيوشن داتا، وبيبين لي انه هنا المين هي عندي والستاندرد ديفيشن عندي، وبالتالي هنا المين زائد 2 ستاندرد ديفيشن، وهنا المين ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، 2 في 2 ب 4 ف 10 ناقص 4 6 هي الحد الادنى، و 2 في 2 ب 4 10 زائد 4 14 هذا الحد الاعلى. فصار عندي ريفرنس انترفال لهذا الفحص اللي هو ايه، من 6 الى 14. هذه هو الريفرنس انترفال للفحص اللي امامي. ال ال هنا طبعا الامثله على انه كيف تحسب المين. مثال هنا عندي داتا، هذه الداتا اللي قدامكم بتبين اللي هو ال بعدة فحوصات، فحسبنا المين طلع 11.3، الميديان 11.3، المود 11.3، وجبنا الستاندرد ديفيشن طلع 78%. وبعد هيك حسبنا اللي قلنا بدنا نشوف المين زائد 3 ستاندرد ديفيشن، فضربنا 3 في 78% وجمعناها مع المين اللي هو 11.3، طلع اللي هو اقل شيء 9 واكثر شيء 13، ما دون اقل من 9 واكثر من 13.6. المفروض انه نشيلها وما تكونش عندي هي قراءات موجوده، لكن بلاحظ انه ما فيش عندي هنا القراءات هذه مش موجوده، وبالتالي ما فيش عندي انا اوتلايرز. طيب يبقى معناته باجي بقول احسب على المين زائد 2 وزاد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، فبطلع عندي 9.7 الى 12.9 اللي هو حساب الريفرنس انترفال لهذا الحساب. نكتفي لهذا بهذا القدر هذا المحاضره، وان شاء الله نستكمل المحاضرات القادمه باذن الله.